الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من مؤشر النيل. تابعنا بالأمس كان هناك انخفاض لمؤشرات البورصة المصرية، وشفنا أن البورصة المصرية اليوم تعافت في تعاملات نهاية الأسبوع. هنجد أن مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفع أو تباين أداء المؤشرات. ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13681.76 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 12% يغلق عند مستوى 1737.97 نقطة. وشملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX20 محدد الأوزان النسبية، والذي أضاف نحو 1.99% منهي التعاملات عند مستوى 13439.85 نقطة. وقد تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 695.64 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 26.29%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 25.13%، وجاء قطاع العقارات ثالثا بنسبة 18.15%، بينما جاء رابعا قطاع البنوك بنسبة 9.62%. وبالنسبة للمتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 75.96% من إجمالي التعاملات. كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 8.85%. في المقابل اتجه المستثمرون العرب نحو البيع واستحوذوا على نسبة 15.18% من إجمالي التعاملات داخل السوق. وقد اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على نسبة 62.45%، في حين مالت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على نسبة 37.54% من إجمالي التعاملات داخل السوق. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدرها سهم وادي كومامبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 10%، ثم سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 77.75%، ثم سهم التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 6.19%، وحل رابعا سهم الأسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 6.19%. وعن الأسهم الأكثر انخفاضا، فقد تصدرها سهم الألومنيوم العربية بنسبة 6.76%، ثم سهم دايز للملابس الجاهزة بنسبة 6.24%، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 4.9%، وحل رابعا سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 4%. شاهدينا، للمزيد من التوضيح والتحليل حول أداء البورصة اليوم، يسعدني أن ينضم إلي في استوديو النيل الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك، نورتنا معانا النهاردة في النيل الأخبار. يعني النهاردة البورصة المصرية مرتفعة، هنعرف أسباب هذا الارتفاع بعد انخفاض بالأمس، ولكن زي ما تعودنا نتابع هذا التقرير ونرجع مع حضرتك على طول. شاهدينا، نتابع هذا التقرير ونعود مع حضراتكم للتحليل. ما بين اللونين الأحمر والأخضر تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى أغلاق تعاملات الخميس ختام تداولات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 779.6 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.28 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية. المستثمرين متابعين جميع الشركات بتعلن عن ميزانيات 30/9، اغلب الشركات عامله ارباح، ده انعكس اداؤه على سوق العقارات خصوصا اسهم العقارات. النهارده كان في ارتفاع ملحوظ من نهايه جلسه امبارح وجلسه النهارده، فالنهارده احجام التداول قرابه 900 مليون، اعتبر دي جيده. بالنسبه لموضوع اسعار الفايده اللي البنك هيحددها النهارده بالليل ان شاء الله، دي مؤثره، يعني الناس لسه مش متاكده هيثبتوا سعر الفايده ولا لا، ففي كان حصل يعني هبوط شويه في وسط الجلسه وبعدين بدا يلم في الاخر. تمام، دي حاجه.
الحاجه الثانيه المؤشرات اصلا بتقول ان احنا ان شاء الله على المستوى القريب طالعين، ففي استقرار في السوق فهتبقى الدنيا شكلها احسن ان شاء الله. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.44% ليبلغ مستوى 13681.76 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 12%، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 0.6%. المؤشر السبعين ده يعتبر اكثر يعني انتشارا، وفي العديد من القطاعات اللي بتمثل البورصه، وده بيبقى جيد جدا لتنويع الاستثمارات، ولكن عاده التعاملات السريعه اللي بتنتهجها الافراد والعرب هي اللي بيؤدي الى استقرارته في المنطقه الحمراء معظم الوقت. يستقر امتى في المنطقه الخضراء؟ لما يتحول الافراد والعرب الى الشراء ويعملوا شراء مكثف. وفي ختام التداولات، ارتفعت اسعار اسهم 89 شركه بينما انخفضت اسعار اسهم 48 شركة، وحافظت 31 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة. بالرغم من أن البورصة المصرية شهدت ارتفاعا خلال منتصف تعاملات الخميس، إلا أنها أغلقت على تباين أرجعه بعض المراقبين إلى عمليات البيع للمستثمرين العرب. أسمع حسن، النيل. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، بجد ترحيبي بضيفي في الاستوديو الاستاذ محمد سعيد خبير اسواق المال. الاستاذ محمد، يعني اخر جمله ختمت بيها مراسلتنا من البورصه النهارده ان هذا التباين اللي تم اليوم كان بسبب توجه المستثمرين العرب خاصه الى البيع. هيك شايف اداء البورصه النهارده ازاي؟ وبالفعل كان العرب هم وراء هذا التباين، ولولا عمليات بيعهم كانت البورصه تاخد اتجاه اخر؟ أولا مساء الخير. البورصة يعني متجهة للصعود، ويعني احنا شايفين ان على مدار الأسابيع الأخيرة البورصة تقريبا شكلت قاع وفيه عمليات شراء بشكل واسع. الميزة في عمليات الشراء أو اللي باينة قوي ان الشراء مركز في الأسهم القيادية في الأول، وده السلوك الطبيعي بتاع البورصة المصرية طول الوقت. دايما موجات الصعود بتبدأ بدخول للمؤسسات للشراء، فبالتالي الموجة بتبدأ بأسهم قيادية مع تجاهل للأسهم الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي بنلاقي EGX 30 بيسبق EGX 70. السلوك ده تقريبا على مدار 10 سنين منذ الأزمة المالية العالمية حتى الآن، EGX 30 دايما طالع وسايب 70 منخفض، ب70 بيلحقوا بعد كده. فالحاصل النهاردة هو أن المؤسسات شارية، فبالتالي الأسهم القيادية ومؤشر EGX 30 صاعدين بشكل قوي جدا متعافين من انخفاضات الأمس. البيع النهاردة يعني بغض النظر عن أنه عرب يعني فهو أفراد بشكل واضح التركيز على الأسهم القيادية، فبالتالي حصل التباين ده. لكن السلوك العام بتاع السوق هي موجة صعودية نتوقع أنها تكون على المدى الطويل، بيتعافى بها السوق من حالة الهبوط اللي مرت على مدار 6 شهور. طب احنا لسه بنتكلم في مستويات، برضو بنتكلم 13680 نقطة، نقطة المقاومة دلوقتي اللي بيعيشها المؤشر الرئيسي 13850، وإذا السوق ارتد من أي نقط مقاومة وعاد مرة تانية لمستويات الأسعار السابقة فهي دي كلها بالنسبة للمستثمر طويل الأجل ومتوسط الأجل كمان مستويات شرائية جيدة جدا. 13850 يليها 14100 نقطة. طيب النهارده كان في حركة على عدد من الأسهم وحركة ربحية، بنتكلم في سهم جلوبال تيليكوم وسهم إيديتا وسهم أوراسكوم برضو الاستثمار القابضة. هذه الشركات عملت أرباح كويسة في هذه الفترة اللي فاتت، أسباب إن هذه الشركات قدرت إنها رغم انخفاضات السوق أو ما فيش عملية تداول كبير لرؤوس الأموال إنها تحقق أرباح؟ يعني أولا هو السوق تميز خلال الأسبوعين الأخيرين بتداولات فوق المليار جنيه، فواضح إن فيه سيولة بدأت تعود للسوق مرة تانية. سهم جلوبال تيليكوم يعني لو رجعنا بس سنة واحدة لورا هنلاقي إن سهم جلوبال تيليكوم كان عنده عرض استحواذ بسعر يفوق
300% السعر اللي هو بدأ منه الصعود من أسبوع واحد فقط، فكان هو أعلى من هذا السعر بثلاث أضعاف، وعرض الاستحواذ ده لم يتم. فالقيمة العادلة سواء اللي ظهرت في هذا العرض الاستحواذ اللي هيئة الرقابة المالية لم تتجاوب معه، أو عرض الشراء اللي بعد كده كان لوحدات في بعض الدول اللي تمتلكها جلوبال تيليكوم، كان بيشير إلى أن سعر السهم أكبر بكتير من السعر اللي كان عليه. كان في مخاوف تبددت يعني لدى المستثمرين حول زيادة رأس المال اللي كانت هتكون موجهة لسداد ديون على الشركة للمساهم الرئيسي اللي كان راغب في الاستحواذ اساسا. فالسهم بمجرد انه عاد للنظر مره ثانيه وعاد للتقييم، فالمستثمرين بداوا يشوفوا ان السعر ده كان نازل بشكل مضاربي، نزول فاق التوقعات وفاق المعقول. يعني السهم كان نازل من سعر استحواذ 7.90 جنيه ل 2.60 جنيه، فده يعني كان انخفاض شديد، فده يعني عوده للصواب. ونتوقع ان هو يواصل الصعود، وبنشوف كميات شراء كبيره جدا على سهم جلوبال تيليكوم. طب حضرتك تحدثت عن سهم بعين، ولكن انا بتكلم فتره الهبوط اللي عاشتها البورصه والاسهم كلها الفتره اللي فاتت، خلت الاسعار الاسهم الى حد كبير مغريه، والكثيرين وجدوا انها فرصه جيده جدا او مغريه للشراء، ولكن رغم كده ما شفناش اقبال على هذه الاسعار رغم انها اصبحت مغريه. دلوقتي بقى في اقبال على معظم الاسهم في السوق، ارتفعت عن اسعارها من اسبوعين. السوق بشكل عام كان بيواجه ضغوط، الاسواق الناشئه كلها بتشهد تخارج من المستثمرين الاجانب، والسوق المصري كمان كان بيشهد تخارج من المستثمرين الاجانب واضحه في ادوات الدين، ووضحت في البورصه بشكل اقل شويه من الدين الحكومي. مستويات الاسعار ديت اعادت نسب واضحه من رؤوس الاموال، برضو الضغوط اللي موجوده من الاسواق الناشئه وتخرج الاجانب قلل تاثيرهم على السوق، حتى لو فضلوا يتخرجوا بدات يعني قوتهم. طب احنا نرجع نسال اسباب ان هم وقفوا عمليه التخارج، هل في اسباب حصلت معينه، مغريات معينه حصلت خليتهم يخففوا من عمليه التخارج من البورصه المصريه؟ اولا اصلا نسبتهم في السوق بقت اقل، فحتى التخارجات لم تعد مؤثره كما كانت في الاول. ثانيا مستويات الاسعار ما بقتش مناسبه للبيع في الوقت ده. بشكل عام السوق بقى التوازن فيه ما بين الشراء والقوى الشرائيه والقوى البيعيه بقى لصالح الشراء، فاحنا شايفين موجه الصعود ديت اللي نتوقع ان هي تستمر وتتلاشى موجه التخارج اللي موجوده من الاجانب في الاسواق الناشئه عموما. حتى الدول اللي شهدت ضربه قويه بسبب تخرجات الاجانب زي الارجنتين وتركيا بدات الامور فيها تستقر لاسباب مختلفه، سواء لرفع معدلات الفائده فيهم، او مثلا الارجنتين اللي شهدت دعم متواصل من صندوق النقد الدولي لمساعدتها للخروج من هذه الازمه. فاتوقع يعني كمان ان تخرجات الاجانب تتلاشى ويعود مره ثانيه استثمار الاجانب في هذه الدول والاسواق الناشئه بشكل عام. الاسواق الناشئه دلوقتي بقت فرصه استثماريه مغريه جدا للجميع، فعلى المدى المتوسط والطويل الاستثمار في الأسواق الناشئة والبورصة المصرية بالذات فرصة استثمارية استثنائية. طيب هو ليه ما بنسمعش من حضراتكم المحللين للوضع الاقتصادي في مصر وفي البورصة، خاصة ان احنا بنسمعش ان تأثير للتقارير الدولية الإيجابية عن الوضع الاقتصادي في مصر؟ يعني احنا زمان كنا بنشوف ان انخفاض البورصة بشكل كبير كنا بنرجعه ان الوضع الاقتصادي في مصر غير لسه مطمئن، ما فيش شهادات دولية، تصنيفنا الائتماني. لكن دلوقتي احنا بقالنا داخلين في كذا شهر كل التقارير الدولية عن الاقتصاد المصري كلها إيجابية، ليه ما شفناش هذا التأثير على البورصة المصرية ولم تتأثر بيه بأي شكل؟ لا طبعا التقارير الدولية عن البورصة المصرية بقالها سنتين عن الاقتصاد إيجابية. المصري عفوا عن الاقتصاد المصري بقالها سنتين تقريبا إيجابية، كان في تثبيت للتوقعات المستقبليه في التصنيف الائتماني، ثم بعد كده بدا يحصل رفع. التاثير ده واضح جدا في اسواق المال. يعني اولا البورصه المصريه بالرغم من التخرجات الشديده للاجانب متماسكة. يعني طبعا يعني لان
ارتفاع السوق من 7000 ل 18000 نقطة، فهو في حد ذاته اصلا كان يستحق تصحيح بغض النظر عن اي تخرجات ولا اي حاجه. فانخفاض البورصه على اثر تخرجات الاجانب لم يكن عنيف بشكل يهدد. ايضا اضطرار البنك المركزي لرفع الفائده ما حصلش بسبب استقرار الاوضاع في مصر وبسبب تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر ما حصلش زي ما حصل في الارجنتين او تركيا، فبالتالي ارتفاع الدولار قصاد الجنيه المصري لم يزد عن 2% تقريبا في أسوأ حالاته، بل بالعكس عاد للانخفاض مرة تانية خلال الأيام القليلة الماضية. فبالتالي البورصة المصرية كانت واقفة بقوة في مواجهة هذه الضغوط الصعبة، وأيضا الاقتصاد المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي كانت واقفة بشكل قوي جدا. يعني طيب حضرتك تطرقت لنقطة مهمة جدا، فكرة رفع الفايدة وسياسات البنك المركزي، السياسات النقدية، كنا هنتكلم عن السياسات المالية. النهاردة المفروض حاليا في أثناء الحلقة في انعقاد للجنة السياسات بالبنك المركزي عشان بحث موضوع الفايدة. حضرتك تتوقع أولا انخفاض ولا تثبيت ولا ارتفاع، وأثرها هيكون إزاي على البورصة؟ يعني انا طبعا بالاساس انا ميال دايما ناحيه الخفض، ميال دايما ناحيه الخفض، والبنك المركزي كمان ميال ناحيه الخفض، هو بيضطر بس للتثبيت او للرفع نتيجه الضغوط الخارجيه اللي عليه. يعني ما هو هنحط في الاعتبار ان في تعهدات مع صندوق النقد انه يوصل بالفايده لمستوى معين او 4 نقاط. طبعا بس لكن في ضغوط، لان فيه دول تانية منافسة لينا بتشهد رفع الفايدة كبير، يعني 24% في تركيا و60% في الارجنتين كانت حاجات منافسة جدا. فيه تضخم كمان ارتفع في قراءة الشهر الاخير ل 17.5%، وده رقم يعني فوجئنا، يعني يتعاكس مع التصريحات حتى كمان. لكن لا اتوقع ان البنك المركزي ياخد اي قرار بناء على هذين المعطيين، وانما يعني تثبيت الفايده هو الاقرب ما لم يفاجئنا البنك المركزي. هو احيانا كتير بيفاجئنا بقرارات، ولكن القرار الاقرب بنسبه كبيره جدا هو التثبيت والاستمرار في التثبيت مؤقتا للربع الاول تقريبا، ويعود للتخفيض وقتها ان شاء الله طبعا في حاله استمرار الاستقرار الاقتصادي. ده افهم كلام حضرتك ان فكره الرفع مستبعده تماما؟ بالنسبه لي مستبعده تماما، واعتقد ان بالنسبه للقراءات الاقتصاديه مستبعده تماما، في على الاقل في اجتماع النهارده يعني، وما لم تتغير المعطيات في الاجتماعات القادمة أعتقد أن هي ستظل مستبعدة. الخفض مفيد جدا للاقتصاد المصري، لأنه أولا بيعزز معدلات النمو، أيضا كمان بيقلل تكلفة خدمة الدين، فهو مفيد جدا لو البنك المركزي لقى فرصة ليه. لكن طول ما في ضغوط خارجية بيضطر للتثبيت، واعتقد ان ده هيكون في الاجتماع بتاع النهارده اللي احنا يعني قد نتلقى نتيجته خلال دقائق يعني، او في الاجتماعات المقبله في الربع الاول في 2019. طيب كان في عمليه زخم على فكره الاطروحات الحكوميه، وللاسف مع الوقت بسبب عمليات التاجيل المستمره فقدت هذا الزخم، ويمكن البعض بيرى ان نزولها مش هيجد النجاح المتوقع للسوق زي ما، او تعمل عمليه احداث انتعاش في السوق زي ما هو متوقع. هيك ميال لاني راي اكتر. اولا انا متاكد ان الاطروحات الحكوميه هتعمل الزخم ده وهتشهد اقبال شديد من المستثمرين، لكن المهم اختيار التوقيت المناسب. طبعا التوقيت المناسب فات كتير على مدار سنتين، التوقيت دلوقتي مش مناسب، واللجنه العليا للطروحات احسنت صنعا بتاجيل الطروحات في الوقت الحالي، لان السوق ما كانش مؤهل لاستقبال هذه الطروحات الكبيره. اختيار التوقيت المناسب، السوق مر باوقات كان بيحصل فيها تداولات تفوق ال 2.5 مليار جنيه في الجلسة الواحدة، كان في اتجاه صاعد من زي ما قلنا من 7000 ل 18400 نقطة، فكان دي اوقات كانت مناسبة جدا لاستقبال هذه الطروحات. الطرح الاخير اللي هو ثروة كابيتال والاحداث اللي حصلت فيه والموقف حتى العنيف اللي خدته هيئة الرقابة المالية في مواجهة الشركة المسؤولة عن الطرح، وبناء عليه يعني اعتقد ان ظروف السوق مش هذا الطرح تحديدا، هو
هو اللي كان السبب، فاللجنة أحسنت صنعا بتأجيله، وأعتقد اختيار توقيت مناسب خلال أسابيع إن شاء الله من النهاردة لما يعود للسوق الازدهار بتاعه، يعني هتكون الطروحات تلقى ترحيب شديد من السوق وهتلقى رواج شديد، خاصة إن اختيارات الشركات بالذات في المراحل الأولى للطروحات شركات بتحقق أداء مالي جيد، فبرنامج الطروحات مهم، وأثنى عليه صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إن الدولة بتسعى لتوسيع قاعدة الملكية وتبعد شوية عن دورها اللي بتلعبه كلاعب في السوق بشكل عام، فده يعني أعتقد إنه سلوك حسن والطروحات ليها مستقبل كويس إن شاء الله، لكن في وقت أفضل المناسب التوقيت، اختيار التوقيت المناسب. طيب سريعا كده في إطار أو في ظل كل هذه المعطيات سواء الاقتصادية أو النقدية أو التعاملات داخل البورصة، هي توقعاتك إن البورصة الأسبوع القادم إن شاء الله؟ يعني أتوقع إن البورصة في الأسبوع القادم تواصل اتجاهاتها الصعودية ومع تغيير المقدمة، يعني المقدمة مش لازم السهم يعني مراكز، تغيير مراكز ما بين الأسهم بالضبط كده، لأن مجموعة أسهم الأوراسكومات بشكل عام كانت مسيطرة على معظم التداولات في الموجة السعودية الأولى، أتوقع إن يعود الزخم لأسهم القطاع العقاري، وفيها أسهم كتير في مستويات منخفضة جدا زي مصر الجديدة مثلا، زي مدينة نصر وسودك اللي عندهم عرض استحواذ، فأتوقع أن تتبدل المقاعد وتتقدم أسهم أخرى، لكن نعم. بشكل عام الأداء العام ارتفاعه أداء إيجابي. نعم بشكرك شكرا جزيلا، وحقيقة دايما بتمدنا بالمعلومات ودايما بطاقة إيجابية ومتفائلة لأداء السوق، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال، شكرا جزيلا حضرتك. شكرا جزيلا. وشكرا أيضا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، والأحد القادم إن شاء الله بداية جلسات الأسبوع حلقة جديدة وفريق عمل جديد، بشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.